أحمد مرعي برع بالأعمال التاريخية التلفزيونية ولعل أبرزها مسلسل ملحمة الحب والرحيل، فهو كما أطلق عليه النقاد صاحب الموهبة الفذة والجوائز العالمية، حيث استطاع أن يحفر اسمه في ذاكرة المشاهد العربي والمصري، حيث يعتبر واحد من الفنانين أصحاب المواهب غير العادية والتي لا تتناسب مع المساحة التي ظهر بها في الساحة الفنية، حيث لم تستفاد السينما جيدا من موهبته وظلت أعماله التلفزيونية هي الأشهر. الفنان أحمد مرعي من مواليد 14 مايو عام 1940 في قرية الدوخلية مركز المحلة الكبرى التابعة لمحافظة الغربية، ويقال أن اسمه بالكامل أحمد جلال بسيوني مرعي، وهو ينتمي إلى عائلة فنية أصيلة، فشقيقه هو مهندس الديكور صلاح مرعي، وشقيقه الآخر هو المخرج الإذاعي والإعلامي ورئيس إذاعة صوت العرب سابقا محمد مرعي، وهو والد المخرج السينمائي خالد مرعي، كما أن شقيق الفنان أحمد مرعي الأصغر هو مهندس الديكور عبد المنعم مرعي. لذلك عشق الفن منذ صغره، وهو ما دفعه إلى الالتحاق بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وحصل على شهادة البكالوريوس منه عام 1965، وعمل معيدا بعد تخرجه، وكان يدرس مادة الإلقاء مع عبد الوارث عصر والمكياج مع الأستاذ القاطوري، وكانت بدايته الفنية عندما اختاره الفنان كرم مطوع للعمل بمسرح الجيب، وتعتبر هذه الفترة من أعظم فترات حياته الفنية لأنها صقلت موهبته الفنية وأضافت لها خبرات كبيرة، وقدم خلالها أعمالا لإعلام الفكر المسرحي المعاصر، من بينها رامشون من المسرح الياباني، وألف باء للكاتب التركي ناظم حكمت، وخادم سيدين من المسرح الإيطالي. انتقل بعد ذلك للسينما، وكان أول أعماله فيلم النصف الآخر عام 1967 مع سميرة أحمد وعماد حمدي والمخرج أحمد بدر خان، وتوالت بعد ذلك أعماله الفنية ليصل رصيده الفني لأكثر من 90 عمل، كان آخرها عام 1994 من خلال مسلسل أيام المنيرة. ويقال أن الفنان أحمد مرعي كان متزوج من سيدة خارج الوسط الفني، ولديه ولدين وهما سعيد وصلاح، ولا أحد يعمل بالتمثيل. حصل الفنان أحمد مرعي خلال مشواره الفني على العديد من الجوائز، سواء من مهرجانات محلية أو دولية، ومنها جائزة أحسن ممثل عام 1969 عن فيلم ثلاث وجوه للحب. برع الفنان أحمد مرعي في العديد من المسلسلات الناجحة، ومنها أحمد بن ماجد، المتنبي، محمد الفاتح، عنترة، أولاد آدم، الشبيهان، أيوب البحر، على رأي المثل، الخليل ابن أحمد، الوعد الحق، ليلة سقوط غرناطة، شجرة الدر، بالإضافة إلى تجسيد شخصية سليمان الحلبي في المسلسل الذي يحمل نفس الاسم من إنتاج تلفزيون دبي عام 1976 أمام عبد الله غيث وأحمد خليل ومحسن توفيق وحسن حسني، كما قدم للمسرح عدد من الأعمال، ومنها اللي رأسه على السلم، ميرامار، ابن البلد، رحلة التنوير، بالإضافة لعدد من المسلسلات الإذاعية. أما في السينما فشارك أحمد مرعي في فيلم أغنية على الممر وفيلم المومياء الذي أخرجه شادي عبد السلام، وهو من أهم الأفلام العربية التي قدمت في تاريخ السينما، ونال الفيلم الكثير من الجوائز الدولية، كما شارك أحمد مرعي في بطولة فيلم شكاوي الفلاح الفصيح، وهو فيلم قصير من إخراج المخرج شادي عبد السلام، وتم إنتاجه عام 1970، ويظل دوره الأشهر في الفيلم العالمي الرسالة الذي أخرجه الراحل مصطفى العقاد، وقد جسد فيه دور زيد ابن حارثة، بالإضافة لعدد من الأفلام الأخرى منها الجريمة والعقاب، الظلال في الجانب الآخر، اتنين ضد القانون، الأونطاجية، كما قام ببطولة فيلم بولندي بعنوان في الصحراء والبراري عن قصة للأديب الحائز على جائزة نوبل في الآداب هنريك، وشارك في الفيلم عدد من الممثلين المصريين، وتم التصوير بين مصر والسودان، وتناول الفيلم فترة ثورة المهدي في السودان، ولقي الفيلم إقبالا جماهيريا كبيرا وثناء من النقاد، وعرض لفترات طويلة في دور العرض في العديد من العواصم الأوروبية، ورشح لعدة جوائز عالمية.
رحل الفنان أحمد مرعي عن عالمنا في يوم 30 أغسطس من عام 1995 عن عمر يناهز 55 عام، بعد مسيرة فنية استمرت لما يزيد عن 25 عام. وقد رحل أحمد مرعي ولكن ظلت أغنية وتعيش هي ضحكة مصر التي أداها في فيلم أغنية على الممر باقية بصوته بتذكرنا به دائما. ويقال أن دولة الكويت أعلنت الحداد عليه لأنه يعتبر أحد رواد وأساتذة التمثيل هناك.